حلقة جديدة من عمال ايديا. زي ما تعودنا وصفاتنا حلوة جدا، هعمل معاكم النهاردة فراخ ترياكي تحفة، وهنعمل كمان مكرونة بالذرة. تعالوا نشوف ايه هي اول وصفة معانا، وهي الفراخ الترياكي الوراك، وراك الفراخ المخلية. ايه هي المقادير؟ تعالوا نشوف. اول حاجة عندي وراك فراخ مخلية، عندنا الصويا صوص، السمسم، السكر، الثوم والخل، مية ونشا، وعندي الجزر المبشور، الكرنب الأحمر والأخضر ومتخرط زي ما احنا شايفين، ذرة حلو، جنزبيل فريش، ليمون، زيت زيتون، عسل أبيض، فلفل والملح. أول حاجة عايزة أعملها أن أنا أتبل الفراخ، أتبلها تتبيلة اللي هي العادية جدا، هحط رشة ملح بسيطة جدا عليها بس كده، رشة ملح ورشة فلفل بس كده، هايل. هجيب بقى هنا كده الزيت اهو كده، وايه عايزة ابدأ ان انا اشوحها تشويحة لذيذة اهو. يا سلام يا سلام، يلا بينا. استنوا، هستنى الزيت يسخن علشان انا عايزاها تطش طشه مظبوطه. تعالوا على ما الزيت بتاعي يسخن اعمل الصوص بتاعنا بتاع السلطه اللذيذ قوي. يلا بينا. هجيب هنا كده جزر، كرنب، والكرنب الاخضر، والذره زي ما احنا شايفين كده. هجيب هنا شويه من الجنزبيل والليمون، كده ومعلقة صغيرة من العسل، كده زيت الزيتون، وهنقلب تقليبة حلوة، وهحط الملح والفلفل كده. يلا بينا، ملح، فلفل، ونقلب، وتعالوا نحط يا سلام يا سلام اهو، ونقوم على طول مقلبينها وسايبينها في التتبيلة الحلوة دي شوية اهو. شوفوا بقى الجمال والحلاوة، ده طبق سلطة جانبي مع اوراك الفراخ بتاعتنا الترياكي، تطلع حلوة جدا جدا جدا. يلا بينا، تعالوا نشوف الفراخ، نبدأ كده نشوف. ايوة كده، هو ده اللي انا عايزاه بالظبط، هي الطشة دي اللي ايه تجيب لي السوى من الاخر. ما تحطوش بقى الفراخ بتاعتكو غير لما يكون عندكم الطاسة، الشواية، الجريل، وات ايفر اللي هتستخدموها تكون حامية، بلاش تستخدموا حاجة تلمع اهو. يلا بينا كده،
بصوا بقى الجمال والحلاوة. يلا هجيب هنا كده الكاسرولة بتاعتي وهحط فيها شوية زيت. والثوم يلا بينا. وايه هستنى لما الثوم بتاعي يبدا يقدح او الاقيه بيتحمر، ساعتها هعرف ان هي سخنت واقدر ان انا احط بقيه الصوص بتاعي. يلا قلبت على الناحية الثانية زي ما احنا شايفين. نكمل السوا، واحنا اتفقنا ان الفراخ بتاعتي او وراك الفراخ بالذات اي نوع فرخة لازم اسويه كويس جدا، مفيش هزار خالص في السوا. مفيش الميديم وكده، لا الفراخ لازم تبقى مستوية مليون في المية، مفيهاش هزار خالص. يلا اول كده بنلاقي فيه الايه فقاقيع جنبه بابلز، اعرف على طول ان هو اقدر ابدا في الايه في الصوص بتاعي. صوص لذيذ قوي عايزه اقول لكم، اهو بصوا بدا كده الثوم عندي يعمل حركات. هحط السمسم معاه ياخد قليه خفيفه سريعه لذيذه، ودي من الوصفات الحلوة قوي. لو اخدتوا بالكم انا هنا الفراخ ما تبلتهاش خالص، اوكي يعني الفراخ انا مش متبلاها اهو كده. تعالوا نحط مع بعض اهو كده، يلا بينا. انا مش متبلة الفراخ خالص عشان الصوص حلو قوي قوي وهيغطي على طعم الفراخ، هو ليه نكهته الخاصة اللي احنا عايزين نحتفظ بيها. حطينا مع بعض كده الصويا صوص، هنزل السكر. صوص الترياكي بيتباع برضو جاهز، بس انا دايما بحب اعمله بايدي، يعني بحب اعمله فريش. هحط هنا جنزبيل، لو الجنزبيل الفريش مش موجود ممكن نحط الباودر، بس طبعا الفريش احلى. الخل اهو كده، وهسيبه يغلي غلوتين حلوين. وتعالوا نقلب على الناحية الثانية كده. يا سلام يا سلام على الجمال والحلاوة. يلا بينا كده، اي حاجة مش هستخدمها خلاص، عايزة بس اجيب المية بتاعتي. يلا بينا. هنا هحط النشا كده، تعالوا نخفف الصوص بتاعنا سنة كده. يلا بينا كده، النشا زي ما احنا شايفين بنقلبه والصوص بتاعنا اهو. هحط شوية من النشا واستنى اشوف الكثافة اللي انا عايزاها، هي دي ولا احب ان انا اتقله اكتر. يلا عندنا كده الفراخ قربت على السوا، تعالوا نطلع الفاصل بتاعنا تكون الفراخ استوت والصوص كمان يكون مسك نفسه، ونجيب الوصفة اللي جاية ونرجع لكم على طول، استنوني. ورجعنا
عملنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف مع بعض الفراخ الترياكي قد ايه جميله. حطيت الصوص عليها وهسيبهم ياخدوا غلوه مع بعض قبل التقديم. تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. هنعمل مع بعض مكرونه لذيذه سريعه مش محتاجه اي مجهود. ايه هي المقادير؟ تعالوا ما نشوف. عندي المكرونه مسلوقه الحلزونه، عندنا كمان ذره مسلوق، عندي الثوم، الكرات، الافوكادو، الليمون، الطماطم الشري، البقدونس، ملح وفلفل وسماء وزيت زيتون. تعالوا نشوف كده بسرعه هنعمل ايه. عندي المكرونه بتاعتي، هجيب هنا ثلاث مقادير دول. يلا بينا، تعالوا نجيب الاول طبق التقديم. هحط المكرونه هنا، هحط الخضره معاها، وتعالوا عايزه احط الخضره هنا برضو. شوفوا 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 ايه الجمال والحلاوه بتاعه الفراخ بتاعتي، حاجه جميله جدا جدا جدا. يلا هجيب بقى الزبدة، هحط كده هنا الزبدة، يلا شوفوا بقى الجمال. وهنا كده عندي الفراخ بقت جاهزة وبتتقدم مع السلطة بتاعتها الجميلة اللي احنا عملناها مع بعض في اول الحلقة. هجيب هنا الثوم كده، وهنجيب الكرات او البصل الاخضر تشويحة مع الطماطم. الشاري توميتو بتبقى طعمة قوي 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 لما بنشوحها مع البصل الاخضر والتومة والملح والفلفل، بتبقى طعمه جدا. ملح فلفل، وايه ونقلب كده تقليبه حلوه. شوفوا الجمال والحلاوه اهو. يا سلام يا سلام. وايه هسيبهم في التقليبه الحلوه دي. هاجي انا هنا هحط الافوكادو بتاعي والليمون كده، عصرة ليمون على الأفوكادو مع المكرونة. يا سلام. ورشة سماء سريعة خفيفة أهو كده. وهنا عندي الخضرة، بصوا بقى الجمال والحلاوة بتاعتها. يا سلام يا سلام عليه. يلا واحد اتنين هوبا، يلا بينا كده. انتوا عملتوا طبق مكرونة سريع حلو جدا 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 وكامل متكامل اهو اهو. بصوا بقى الحلاوة والجمال، والصوص كله دخل وطلع مع بعض. بصوا الجمال. هنا عندي الذرة والطماطم مع البصل الأخضر والزبدة وكمان الأفوكادو، فبصوا حاجة جميلة جدا. تعالوا نشوف عملنا ايه النهاردة مع بعض. عملنا وصفات سهلة سريعة حلوة جدا. أول حاجة عملناها كانت الأوراك الفراخ، أوراك دجاج مخلية مع الترياكي صوص ومعاها السلطة الجميلة جدا، سلطة الكولد سلو، سهلة وسريعة وعملنا لها إضافة بسيطة قوي. وكمان عملنا مع بعض المكرونة، مكرونة بالذرة حكاية. عايزاكم تجربوا الوصفات وبعتولي على صفحة البرنامج عمايل إيديا على فيسبوك، سي بي سي سفرة على انستجرام، واستنوني في حلقة جديدة من عمايل إيديا. Thank you.
موسيقى.